بيكم من جديد مع هيثم. انا موجود دلوقتي ما زلت في المعرض الدولي للاثاث المكتبي والماكينات وخطوط الانتاج والمستلزمات. موجود دلوقتي قدام احد المصانع او احد خطوط الانتاج او الماكينات المتطوره اللي بتضاهي عندنا في اللي هي الفن اليدوي اللي احنا عارفينه، بتقدر تعمل الشغل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم. طبعا يعني دي تكنولوجيا متطوره بصراحه، بيقدر المكنه باجزائها، طبعا ليها اربع اجزاء، من خلال الاربع اجزاء بتقدر تعمل كل الشغل الفني اليدوي اللي احنا عارفينه، اللي احنا كنا بنشوفه او ما زلنا بنشوفه عندنا في دمياط او في الاماكن المتخصصه لصناعه الاساس عندنا في مصر. يمكن بصراحه دي انا بوريكم بس التكنولوجيا المتطوره واصله لقد ايه دلوقتي، انه طبعا ده بيدي مثال، ولكن بيقدر ان هو يخش في الجوانب بتاعه الجنب اللي احنا شايفينه ده، بيقدر ان هو يسوي وياخد باله من الحروف كويس قوي، يعني في دقه متناهيه. اعتقد دي تكنولوجيا عاليه برضو. المكنه كبيره زي ما انتم شايفين، مكنه كبيره مش صغيره. يمكن انا بعرض ده كله، ده جزء من المكنه، دي المكنه كلها كده زي ما حضراتكم شايفين، ودي برضو احد الماكينات المتطوره اللي موجوده في صناعة الأساس المكتبي هنا في الصين، لما ننقل جزء منها لحضراتكم وننتقل لجزء تاني جديد مع هيثم، والسلام عليكم.